رجعنا لحضراتكم للفقرة الثانية عندنا عن الدارك ويب وهذا العالم السري. من فترة كده كان في حادثة شهيرة، واحد خطف طفل وقتله وقطعه ونشر هذه الفيديوهات عبر هذا العالم الذي يتحصل منه على المزيد من الدولارات بالمشاهدات، حاجات مش الرسمية اللي احنا بنعرفها، عشان كده اتسمى الديب ويب أو الدارك ويب. مخدرات، أمور لا أخلاقية، يعني قتل، جرائم سرقة، حاجات يعني بشعة بتحدث خلال هذا العالم الخفي في الانترنت. طبعا الإرهاب ليس بعيدا عنه، العنف ليس بعيدا عنه، الإتجار بالآثار، كل ما هو غير مشروع يتم من خلال هذا الدارك ويب. وصل الأمر كمان للقتل بالأجر، يعني اللي هو القاتل اللي هو تأجره عشان يقتل. الموضوع مش بالسهولة، والموضوع مش بسيط ومش بعيد عننا، فلازم نفهم ايه اللي بيتم في هذا العالم الخفي المظلم عشان نفهم ايه، ازاي ما نوصلش ليه او حد من ولادنا، ازاي نتعامل معاه. الوعي في هذه القضية بيشرفنا يكون معانا عبر تقنية الزوم المهندس اسلام غانم، خبير تكنولوجيا المعلومات. باشمهندس اسلام، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. باشمهندس اسلام، حضرتك سامعني؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا باشمهندس، مشرفنا ومنورنا. ربنا يبارك في حضرتك. خلينا كده سريعا عشان برضو نستفيد بوقتنا مع حضرتك، نفهم الناس خطوه خطوه ايه هو عالم الدارك ويب وايه خطورته وايه اللي بيحصل فيه. طيب يا فندم، لو جينا اتكلمنا كده ببساطه، الدارك ويب كانت فكرته او بدايته هي القوات البحريه الامريكيه كانت حابه تنشئ نظام يخلي عملائها بس هم اللي يستخدموا النظام ده، وقايم على تقنية تشفير المعلومات سواء عن الشخص المستخدم اللي فاتح أو تشفير مكانه أو أي حاجة ريليتد أو له علاقة بيه. أيوه. بعد فترة معينة بدأت قالت طب ما أنا ممكن النظام دوت أفتحه بحيث إن يبقى عامة العالم يقدر يستخدمه بالإضافة إلى عملاء البحرية الأمريكية، فبقى في نوع من النوع الإذابة أو يكونوا تايهين، فده يساعد أكتر على لما يكونوا محدش يقدر يحدد كناحية مؤمنة، كناحية تأمينية. كناحية تأمينية. تمام. بدأت بقى بعد ما انتشر بالشكل العالمي دوت، بدأت ناس ذي نفوس ضعيفة تستغله بما فيه حتة التشفير دوت. طب معلش يا باشمهندس، تستغله ازاي وهو مفروض ان هي حاجة يعني مش متاحة للجميع، ولا هي ليها طرق للدخول ابتدوا يعرفوها برضو؟ يعني اشرح لنا النقطة دي. هو بالنسبة للنقطة ديت، هو زي الدخول سهل جدا زيه زي المتصفح العادي، بس بدل ما بتنزل المتصفحات اللي احنا بننزلها في متصفح، طبعا انا هقول اسمه عشان الناس تاخد بالها منه لو بالذات الاولاد يعني، اسمه تور. متصفح شبه المتصفحات بتاعتنا اسمه تور. تور ده بمجرد ما الشخص بينزله على الموبايل او على الكمبيوتر، هو كده بقى دخل الى المنطقة الغير طبيعية اللي هي سواء بقى الدارك او الديب، وهنخش نقول الفرق ما بين الاثنين. لسه هسال حضرتك. طيب يبقى لو جينا بقى في رسمه انا كنت قايل في الاعداد ممكن يبقى ظاهره قدام حضرتك، يا ريت يا جماعه لو موجوده ننزلها. تمام يا باشمهندس. الانترنت العادي يمثل 4%. 4% الانترنت العادي ده اللي هو بيسموه الويب العادي او الانترنت العادي اللي احنا كلنا بنستخدمه 4%. اللي هي عليها المواقع السوشيال ميديا كلها، يعني الليله دي كلها كل 4%. المواقع دي 4%. ما هو ده هيبان قدام حضرتك كمان حتى في التشريح اللي جاي في المثال الجاي. ايوه يا باشمهندس. المواقع الاخباريه وكل حاجه ممكن حضرتك تتخيلها موجوده على ال 4% دوت. ناتي بقى لل 96%. ال 96% دول هم بيسمى هما الاثنين الديب ويب اللي هو الانترنت العميق. ده بيشمل كل حاجه متصله بالانترنت، فهو الجهاز معين داخل الانترنت، فالداتا اللي جواه دي تعتبر من ضمن اجهزه من ضمن البيانات اللي ممكن تتجاب باستخدام تقنيه او باستخدام البحث جوه الديب. ايوه. فكده يظهر بقى قدام حضرتك يبقى في السيرش الانجن العادي اللي هي محركات البحث العاديه، وفي السيرش انجن الديب. أيوة. ودي اللي هي بتسيرش بطريقه اعمق. طب اقول لحضرتك مثال بسيط لاحدى الامثله ازاي لما اجي استخدم السيرش باستخدام الديب، ايه الداتا اللي بتطلع؟
لو انا طلبت من حضرتك اقول لك مثلا اديني كل المنتديات او الفورمز اللي حضرتك اشتركت فيها من ساعه ما فتحت الانترنت، هل في جزء بسيط في وقت بسيط؟ اكيد طبعا هيبقى صعب جدا على اي شخص طبعا يجيب كل المنتديات اللي دخل فيها، طبعا. لكن في السيرش قدام السيرش دي الديب سيرش ده خلال جزء من الثانيه بيجيب لحضرتك كل ما حضرتك عملته من ساعه ما فتحت الانترنت في بدايه دخولك على الانترنت. ياه، في ثواني؟ بالظبط جدا، بالظبط جدا. فده يمثل 96%. اخر 20% منهم من تحت خالص بقى، اخر 20% من ال 96 دول يمثلوا الدارك. الدارك بقى زي ما ارجع بقى تاني للنقطه الاولانيه اللي كنت بتكلمها يعني كتكمله، بعض الجهات والمنظمات الغير ادميه، خلينا نقول غير ادميه، حبت تستغل حته ان في شيء مشفر ويصعب التواصل اليه، وبدات تنشر الانشطه الغير مشروعه. ايوه، الانشطه الغير مشروعه دي اي حاجه حضرتك ممكن تتخيلها، تجارة سلاح، قتل بالإيجار، عملية القتل ذات نفسها بيبيعها 3 مرات، اللي هي قتل شخص معين ثم مشاهدة عملية القتل دي خدمة تانية، ثم بيع الأعضاء بتاعته دي خدمة تالتة. فتخيل طبعا الساعد أكتر على أيوه بالظبط، الرسمة اللي ظاهرة قدام حضرتك دي، أيوه، المنطقة اللي فوق هي اللي فوق سطح المية دي ال 4%، المنطقة اللي تحت دي كلها، وآخر جزء خالص هو ده الدارك. تجارة سلاح، قتل بالإيجار، أي حاجة حضرتك، حاجات لا أخلاقية، أمور جنسية، أي حاجة ممكن تتخيلها يعني مثلا. وبعدين لما مجرد ما بتنزل المتصفح بتاعه مفيش حاجة بقى اسمها إن أنت تكتب موقع معين للدخول على حاجة معينة، لا، ده بيحط لك زي جايد كده على الشمال ويقول لك أنت عايز إيه من السيرفيس اللي أنا زي ذكرتها، بيسهلها لك، بيسهل قتل بالايجار. لان هو قايم على فكره ان مفيش لينك ثابت. ايوه، فلو ضغطت على قتل بالايجار يطلع لك مثلا مئات من الناس اللي بتعرض خدماتها. لسه بقى كنت بقول لحضرتك من شويه اللي علّى الموضوع ان اصبحت كمان السيرفيس لما تتم التكلفه بتاعتها بتدفع من عن طريق العملات المشفره. فده اللي علّى الموضوع، اللي اصبح خلاص كده بقت ممكن السيرفيس تتم العملات المشفره اللي هي زي البيتكوين والحاجات دي، زي البيتكوينز، اللي هي قايمه من نظريه ان هي يعني نظام معين كده مشفر، اللي هي اساسا في مصر دي مش معترف بيها، هي مجرمة كاستخدامها وتصنيعها او المساهمة في تصنيعها او بيعها او اي حاجة لها علاقة بالموضوع. تمام يا باشمهندس، تمام. طب ده بيودينا بقى طبعا حضرتك دخلنا في العملات، ايه هو البلاك ماركت؟ ده زيه زي السوق السوداء العادية، بس زي ما قلت بقى حضرتك ان اصبح اي خدمه غير شرعيه، بدل انا دلوقتي بدل ما انزل تطبيق مثلا في الويب العادي والجهات الامنيه تتعقبني وتجيبني، طب ما انا بروح انزله هناك. قمار، حتشيجي بقى، بيع داتا مثلا، بيع بيانات بطريقه غير شرعيه، ان انا مثلا تلاقي بيع بيانات مثلا 60 مليون مستخدم من مستخدمات احدى الشركات في مصر، اي شركه من الشركات، بمجرد ما بيسرق الداتا بيروح يحطها هناك. شغل بقى القراصنه اللي بيسرقوا الحاجات الصعب في الموضوع كمان ان في ناس كتيره بدافع الفضول بتحب تفكر ان انا اجرب الموضوع ده، طب ما انزل المتصفح واجربه. طبعا انا بحذر جدا من ان قول لنا المخاطر يا باشمهندس. بمجرد يعني هو طبعا زي ما ذكرت حضرتك في الاول ان الجريمه اللي حصلت في شبرا من فتره دي كانت قايمه على ايه؟ ان شخص حاول بمجرد الفضول انه يجرب، فلقى عرض قوي جدا مغري جدا ان بيقول له اقتل اي شخص، يا ريت مش شخص محدد، اقتل اي شخص مقابل $1,000,000 تقريبا او 50 مليون جنيه مصري. فده كان رقم خلى الراجل ما يلتزمش بمبادئه، واختار شخص بيعدي من قدام منه مره او اتنين زي ما قال في التحيات، وقدر يستدرجه وتم عمليه. وبيقال برضه يا باشمهندس احنا لسه التحيات مستمره، ان سفاح التجمع مش بعيد، يعني في كلام ان هو ليه علاقه بهذا الموضوع. خلينا نقول كان من ضمن اهدافه ان هو يستخدم الدارك لجني الارباح، لان زي ما قلت لحضرتك من شويه عمليه القتل لوحدها بيبيعها 3 مرات. مره عمليه القتل بحد ذاتها، ثم في ناس بتحب تشاهد عمليه القتل سواء على اشخاص او حيوانات، وفي بعد كده بيبيع الاعضاء بتاعت الشخص القتيل دوت. يا خبر. فاصبح دلوقتي الفضول هو شيء محرك لناس كتيره جدا. انا طبعا مش بنصح ان هم يجربوه، لو انت عايز تجربه اتفرج على فيديوهات لناس بتجربه. طب انا مش هجربه، بس القراصنه والناس اللي بتخش عندي
الاكونتات، هل انا ممكن ما بقاش في مأمن من الناس دي؟ ممكن تتجاب رجلي بطريقه غير مباشره يا باشمهندس؟ لا، طول ما انا بعيد عنه خالص ومش بجربه. طول ما ما دخلتوش. حضرتك تقصد ان انت مثلا تم اختراق الحساب بتاعك واستخدم حسابك في؟ لا، دي بتبقى باينه شويه بقى، دي بتبقى باينه في الجهات الامنيه ان اسجان الحساب ده اتسرق ولا الشخص بيعملها ببعض المعلومات. لان انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، عصر اللي قايم على تجميع المعلومات المتجزئه، وباستخدام الذكاء الاصطناعي بيكتشف معلومه. زي ما كلنا بنشوف لما اتنين يتكلموا على توبك معين يفتحوا السوشيال ميديا يلاقي المنتجات اللي لها علاقه بالتوبك دوت اللي كانوا اتكلموا عليه. طيب، في حاجه برضو سمعناها او بتقال عن حاجه، عقاب الخائن عبر الدارك ويب. برضو في مصطلحات كده بتبتدي ايه يعني تتداول ما بين الناس. ايه يعني مين الخائن في الدارك ويب ده؟ اللي هو ايه اللي هو عايز يعني دخل وعايز يطلع يعني؟ بالنسبة لا، على سبيل المثال مثلا الشخص دخل وطلب من حد حاجة وعملها له الشخص الناحية التانية، وبس ما تفعلوش المبلغ اللي كان متفق عليه. بيعمل ايه بقى؟ كانت بقى الوسيلة. ففي الحالة ديت هو طبعا هو لو فكر ثانية واحدة، اذا كنت انت كنت طالب منه عملية قتل، فمش هيستخسر حاجة انه يقتل بقى الشخص اللي كان طالب منه الخدمة طالما ما التزمتش ودفعتلهوش المبلغ بتاعه اللي كان متفق عليه. فالمصطلح ده بقى موجود، ان انت تطلب حاجه انا ممكن اعملها بادواتي وبعلاقات كالعالم اللي موجوده جوه الدرك، ولكن لما تيجي لحظه السداد وتتخاذل او ما تدفعش، لا انا كمان بطبق عليك القاعده هي ذات نفسها، او ان انا بحط بياناتك على الدرك اللي انا الشخص ده اريد قتله مثلا لان هو ما التزمش معانا يعني. فعشان كده الشعار ده موجود هناك. فانا برضو برجع اقول ان ما تجربش بدافع الفضول. في ناس كتيره جدا متخصصه زي كده بيعملوا فيديوهات وبيحطوا فيها التصور الناس اللي عايزه تشوفه بمجرد مشاهده الفيديو وليس بتنزيل المتصفح ذات نفسه، عشان ما تنزلش وتجرب وتقول انا عايز افهم عشان ما تجيش رجليا فتلاقي نفسك لأن دخلت. في افلام كتير امريكيه دخلت جوه الموضوع ده، وبالذات المراهقين بيحبوا يجربوا الحاجات اللي هي الممنوعه بالنسبه لهم. فلا، بمجرد ما نزل المتصفح تم اختراق الجهاز والموبايل. تمام يا باشمهندس. وكل حاجه خاصه بالشخص. تمام. ازاي بتتم عمليات تجاره السلاح وكل الحاجات الغير مشروعه عبر الكلام ده كله؟ يعني ازاي بيتجاب رجلين حد انه يدخل العالم ده؟ هو يعني في أداة معينة، ان بمجرد ما شخص جديد بيخش جوه العالم دوت بيتم اعلام الناس اللي بتقدم الخدمات ان في شخص جديد دخل. الاول تبقى بياناته ان هو دخل من مصر، من اسكندريه، من القاهره، بيدي معلومات مش عنه بس عن مكانه. فبيبدا الناس ديت بيبقى عندها طرق اختراق، بتبدا تخش تشوفه، تشوف جهازه، ايه الداتا اللي عليه، إيه السوشيال ميديا بتاعته، وبتبدا من خلال طبيعه تحليل البوستات تعرف الراجل ده ميوله ايه، وممكن يبدا يفتحوا معاه بيزنس باي شكل من الاشكال. وطبعا بتتم بقى كل العمليات اللي انا ذكرتها ديت بالشكل دوت يعني في جلب او في صيد العميل يعني. طيب، احنا يعني احنا عندنا هنا في مصر يا باشمهندس اسلام قانون تقنية المعلومات، وعندنا وزارة الداخلية، ويعني الناس في هذا التخصص متطورين جدا وبيتابعوا كل حاجة. هل احنا محتاجين مزيد من هذه الـ او من هذا التطوير او من تعديل القانون، او يعني هل هذا الكلام بيتم ولا احنا لسه يعني محتاجين نطور اكتر؟ انا هقول لحضرتك، هو القانون لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ده اصدر سنة 2018. وطبعا كان في ماده فيه اللي هي ماده تعقير صفو الاسره المصريه. الماده دي تقريبا معموله بطريقه اللي هي اي حاجه جديده، لان طبعا احنا بنتكلم في علم كل يوم بيتطور. أيوة. كل يوم بتطور. انا عبال ما اعمل له تعديل في القانون وانزل اللائحه التنفيذيه هيكون نزل حاجه تضرب اللي انا كنت لسه مقننه. ففي ماده اللي هي الماده ديت فيها زي حاسمه كده لاي حاجه جديده بتضر المجتمع المصري او الاسره المصريه بتعاقب عليها بمده قانونيه وبمبلغ مالي او بالاثنين معا. تمام. في عالم الاطفال، او خلينا نعلى شويه بالسن نقول في عالم الشباب، فكرة التجربة وفكرة أنا سمعت من صاحبي وفكرة إن الولاد ما بينهم وبين بعض والبنات ده سمعنا ده فيه حتى ولو على سبيل التجربة والتجديد من الملأ، يعني حسب مصطلحاتهم إن إحنا ملينا من العالم ده فتيجوا نشوف العالم ده. إزاي نحمي أطفالنا وشبابنا كآباء وكأمهات وكمجتمع مصري من هذا الخطر؟ والله هو الموضوع ده بيبقى دايما بحتاج أقول فيه كلام واقعي شوية، اتفضل. وفي نفس الوقت
طبعا متابعه الشباب او المراهقين او الاطفال وهم لو معاهم موبايلات لازم تبقى ما بين لحظه والتانيه. وده يمكن ما بيتمش لان بقيه افراد الاسره عندها انشغالاتها والاعمال بتاعتها. فدايما انا بلجا الى وضع بالذات المراهقين وضع برامج لحمايتهم من الحاجات ديت. البرامج ديت بتبقى في منها البرامج البسيطه جدا واللي بتبقى مجانيه، وفي منهم البرامج اللي هي بتكون بمبلغ مالي كل سنه، ولكن بيديك حمايه على الجهاز بدرجه تكون قد تكون متحكم في جهاز اكتر من اللي ماسكه. فانا دايما بنصح لغايه ما تعدي فتره المراهقه، لان دايما الصغار او الشباب او الصغار او المراهقين دايما بيهربوا الى العالم الافتراضي لان شايفين ان العالم الواقعي مش قادرين ياخدوا في حقوقهم او مش قادرين يعتبروهم كبني ادمين كامل الاهليه في وجهه نظرهم. فدايما بيلجأوا للعالم الافتراضي سواء بقى النت العادي او الدارك. فانا من هنا دايما بنادي ان دايما الثلاث سنين او الاربع سنين او فتره المراهقه يكون عليها برامج الحمايه ديت. البرامج الحمايه الغير مجانيه دي بتمتاز اللي مش بتبين للشخص ان في برنامج نازل على جهازه. وزي ما قلت لحضرتك بيبقى عليها شويه مميزات خطيره جدا. طبعا هو اعتقد تكلفتها بتبقى في السنه حوالي $100. دي زي الانتي فايروس يعني؟ لا اقول لحضرتك برنامج فول كنترول، يعني تحكم في الموبايل بيصل مثلا في ايه؟ ان لما يطلع من البيت ابعت لي الارم. لا انا قصدي كمان يعني ما عندناش برامج لو انا جهازي اتعرض لاي حاجه من الحاجات دي تديني الارم تديني حاجه؟ ما هو الانتي فايروس الانتي فايروس هيقيم البرنامج اللي اسمه تور المتصفح، هو برنامج موجود على الستور وانت بتنزله عادي مش هيقول لك لا. تمام. لكن بقى البرامج اللي بقول لحضرتك عليها لا، انت بيبقى عندك مثلا تقول له ايه ممنوع ينزل تور او اي حاجه شبه تور. لو دخل فتح جوجل وبيسيرش على مثلا على النادي الاهلي طلع له نتائج نادي الزمالك على اساس ان هو تمنع ان هو يخش على صحيح. مواقع غير اخلاقيه. صحيح. باشمهندس اسلام غانم خبير التكنولوجيا المعلومات، بنشكر حضرتك على هذا الشرح المبسط وهذه المعلومات. شكرا ليك يا باشمهندس، شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. يعني كل يوم الحرب حوالينا يا جماعة في هذا العالم، يعني الويب العادي والدارك ويب في كل حتة. يعني إذا كنا احنا بنتكلم على السوشيال ميديا واللي بيحصل على السوشيال ميديا والمعاكسات والبنات والستات والتهديدات وضرب الصور والتهديد والابتزاز وكل ده، كل ده كده على جنب بيقول لك 4%، 96% بقى السواد في الناحية التانية. فالوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم المتابعة مجهود على المجتمع وعلى الأب والأم، ولكن هذا هو حال التكنولوجيا زي ما ليها في ذكاء اصطناعي وفي تطور وفي 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 في عالم آخر، ودي حرب من الحروبات اللي بتواجهها كل المجتمعات مش بتواجهها مصر بس. بكده نبقى خلصنا موضوعنا حول هذا العالم ونرجع تاني للمصايف. شقة كانت ب 700-800 جنيه فالواحد بياخد له اسبوع مثلا 5000 جنيه، النهارده بقت ب 2000 جنيه. انا بتكلم على المتوسط، فالاسبوع بقى ب 14 وب 15 و20، ده على الشقق المتوسط. اضرب بقى يعلى المصيف شويه، تروح لمطروح، تروح لحتت في الساحل، الشاليه كان بكام بقى بكام، لا تعالى روح بقى شرم الاوتيل اللي انت كنت بتروح انت واسرتك مثلا أربع أيام بتدفع 10,000 جنيه، النهارده الأربع أيام بقوا 25، واللي كان بيدفع 25 بقوا 50. أرقام كل واحد حسب مستوى حسب دخله، ولكن بقى عندنا أزمة في موضوع المصايف. المصايف مش رفاهية، هي متنفس للأسرة المصرية، وإحنا بطبيعتنا كمصريين بشواطئنا الجميلة وتنوعها والكلام ده كله محتاجين إن إحنا يبقى عندنا ده. كيف تواجه الأسرة المصرية ارتفاع أسعار المصايف في كل مستوياتها؟ ده موضوعنا في الفقرة اللي جاية، خليكم معانا بعد الفاصل.